يعني مؤاخذه هم حلوا كلمات وبعدين قالوا قصه. مظبوط سعادتك. ودي قصه ايه بقى؟ قصه عقد الجده بطه. يعني ليله القبض على بطه. القصه نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه عليه الصلاه والسلام. كانت الجده بطه تعيش في مزرعه سعيده، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيره الزرقاء. ايه يا ابله فضيله، انت بتنايب نختك يلا. ايه القصه على طول يا مؤاخذه اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جده بطه دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هديه في عيد جواز امه. حلو. لكن للاسف. خير. للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. ضاع. لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجده بطه غالي قوي. ضاع. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضاع. محلولة مغزى. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مغزى الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ عرفها. ايه اللي عرفها؟ مغزى عز المعرفة. لا معرفش حاجة. معرفش. متعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصة. انا قلت معرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا مش هقول اي حاجة. طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن. وان شاء الله مش هتعرفوا عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضية. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبة اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قرية النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو. ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي. دي مش حاجه تفتكريها وتفتخري بيها على فكره. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زياره لعمه عشان نساله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجه. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجدة بطة الاستاذة فاطمة النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انتي بالحاجات دي، خليكي بس مركزة مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقوم افرجك على الكرتون على حرب البلابل انتي بتحبيه. يلا يا حلوة خدوا راحتكوا بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن ينفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفاية مدوخنا ورا باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكاية بطة دي؟ دي كانت نزوة في حياته. اصل في حبة ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطة احتوته اتجوزها سنة. كانت احلى سنة في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في البجلة هدية بتاعت شبكة بتاعتها. العقد ده اصله اسري، ده بتاع الاميرة فوزية. طب هو انت عارف هي ساكنة فين بطة دي؟ طبعا عارف. كان هنا الجدة بطة ساكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا أولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينة كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب صغير اسمه كان تملي. أنا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمة الجميلة دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانة دي. مش ممكن، البلد كلها بقت غابة من الخرسانات. هو أنت آخر مرة جيت هنا كان إمتى عم بند؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي. طب نسأل مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين؟ جيران مين يا حبيبتي؟ بيقول لك ما جاش من 40 سنة، يعني أصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو أنتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ أمال إيه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين.
دار مسنين؟ ايوه ما قاعده في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه، انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. انت متاكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطه دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متاكد، ده انا اللي موصل ست فاطمه هنا في دار الشيفه بنفسي. ثانيه واحده، دي دار المنى، ار يو شور؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. انتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ وانتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذة أصل بسيب مفتاح العربية معاه عشان أما أجي داخل مثلا مفاتيح العربية يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربية معايا عشان أنا مش هستناك في العربية عشان الدنيا مش شمس. روح الحتة اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربية عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في أي مصيبة، فكر على الله. حاضر يلا. وأنتوا جايين تعملوا إيه هنا يا بنات؟ إحنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خاله شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه، انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندو، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، اروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلامة عليكي، مالك؟ إيه اللي حصل؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا، دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي، دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ ما قالتش بلبوس، قالت خلبوس بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق، ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي.
عليكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه حجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. اه حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه لا بقول لك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي اتنين المره دي يا جماعه. دي بتقتلها الحقوق. كفايه. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ اه بناتي، انا وشيرين، وانا جيبه مين عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت العم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. اه العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ اه حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانت مالك انت ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انت مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق يا حياتي عليك، ازيك؟ بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اداكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ اه طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا، دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتي قبل كده سايق تاكسي. لما نزل هوانم الشنب بس عايزين نفتشها. اوكي لا مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده؟ جايبه سندوتشات بس اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس يا قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع اهو ورد اهو. عشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده، اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد، وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده؟ ماشي حط خد منديل اهو. ايه وكاله من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. يعني اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول؟ ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمت قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيتلاقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا لمت زيه على فكره. ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بس السقف تحفه ازاي؟ واو بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟
ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوشو، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكه دي بني ادمه يعني كان عندها قايمه مسجله فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبه القايمه مع امها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السيني والاركوبال بتاع الملكه. ايه ده، الملكه كانت بتلعب اكروبات؟ اكروبات الملكه كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده، هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو، بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي، مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه اوكي، انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق، يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره، ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد بالراحه. هو ده اللي انا حبيته، كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حل. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيه عشان لابسه برنيطه؟
أنا كمان مش مصري لكن أخاب مصر كتير. وخيات الحسين اسمعوني، أنا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تليل، أنا كوستا اسمعوني، أنا عايز الكونسول بتاعي، أنا كوستا اليوناني. أرسل جدع يا بيتي يا نيل، لانتي طلعتي بنت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انتي بتقولي ايه، بس اجاز بتشكري فيا، انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشه ده، نتورلي سماسي. حاضر يا معلمه. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي، ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكرة ذكية برضو. صح، وإحنا داخلين بقى نقول لهم إيه يا أهبل، داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكمية السيكوريتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس. وش أنت عبيط؟ خليك أنت بس في مية السلطة اللي بتشربيها دي، ده ديتوكس يا متخلف. إيه ده خمرة؟ جرى يا شوشة بتسكر كده وإحنا قاعدين؟ بس يا جاهل، ده ديتوكس. ومفتح الباب. إيه الديتوكس ده، منظف يعني ولا إيه؟ بقولك إيه، هو الديتوكس ده أكيد مش خمرة؟ بلاش جهل بقى. أوكي سوري. كفارة عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس، تعالى. هاي سيف. أنا تعبت خلاص، أنا عمري في حياتي ما دخلت اسم، عرفتكم بقالي اسبوعين بس، دخلت الاسم مرتين، اتضرب واتهان واخد بالجزمه، والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم واللي عملتيه في المتحف كوم، عملتي ده ليه ده؟ لو جيمي بيغو كنتي وخدتي بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف، كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي، انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمعت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف، ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه على السكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات، يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف، خلينا نقعد نفكر. اقعد ارتاح. كملي يا معلمة، هنجيب حرامي في الأصل كان خباز وحلواني. أنا هنزل الفرن الأفرنجي أجيب لكم الحرامي ده. أفرنجي إيه يا أخطل؟ الحلواني ده يبقى جوز أمك الله يرحمه، كتك ست النيلة. أنا عايزي تنزلوا دلوقتي على قهوة الحرامية تستلقطوا لكم واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانة دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متنيل. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي، مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل شوف نمرته. حاضر حاضر. بنعمل الحرامي. ايه اتفضل يا معلمة. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكة كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده، انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي
عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي، انا اكلم حرامي؟ خالته صباح، هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد، هنسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكورة، عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين؟ خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه انا هسال، انا ايوه هسال واجي. اه حاضر، متشكر، اجي لك عند البطزايه نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. اه بكره معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة، زق قوي انت. مع السلامة، باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه؟ ايه المكان ده؟ ما تقلقش، احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. هنزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه؟ في واحد معاه بلطة. بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشة، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا. في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني؟ بس بس ما تخافش، المكان ده يا نهار اسود. اقف اقف، هتدوسه. مش عارف عايز ايه. متقلقش، دول اهل المنطقه، لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده. هو مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي امن الشعب؟ خلاص خلاص، انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش، انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا؟ انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه، ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين هاني الدبدوب؟ وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الصلاح حلوه. يا سيف بتنايل ايه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه، وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير. ياه ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا. ياه والله. ايه ده؟ معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني. حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ هو اه ولا لا انت يا عم؟ بقول لك معلش، انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش، اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكام. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي، حقك عليا. معلش، جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانيه واحده معلش. شو انا دبدوبي. المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويه يا عسلويه. عسلويه؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويه. خش يلا، خش جوه. طب انا جوه العربويه. جايين للمعلم منعم، لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسى توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعالى. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليا طلب. سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ ما يغلاش عليك. اخلص عرقها ده انضف منك.
ابني المجنون. انا اسف جدا، انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف عليا، تف عليا. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت يا دي النهارده. طب خليها تف على الطلاق لا اقتلك. لا 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 حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الايه؟ العيقة. جايز. هي عيقة. سيبوهم.